السلام عليكم الجوار. المهم الخوش اخيرا عرفنا علاش اللاعب زياش واللاعب هافرتز ما دخلوهمش توخيل ضد ريال مدريد، بحيث انه قبل الماتش كشف هذا السر هذا وقال علاش ما دخلوهمش، بحيث كما عارفين المغاربه والعالم العربي كامل تفاجأ من اللي ما لقى زياش في التشكيله الاساسيه ضد ريال مدريد، وهو اللي معروف انه كان من افضل اللاعبين اللي خسروا ريال مدريد عام 2018-2019 مع اياكس، بحيث انه كان سجل لهم هدفين وكان مقرر يدخل كاساسي، بحيث توخيل صدم العالم اللي ما دخل زياش. ولكن جبت لكم شنو قال المدرب توخيل قبل الماتش وهضر على اللاعب زياش ولا كاي هافرتز علاش ما دخلهمش القناة بيت سبور كيما كتشوف التصويرة، بحيث قال المدرب قبل المباراة واوضح القرار ديالو بترك اللاعبين على مقاعد البدلاء، بحيث قال: نعم كنا سعداء فقط باداء نهاية الاسبوع ضد ويست هام، وكان علينا اتخاذ خيارات صعبة، لقد كان المقرب ترك حكيم زياش لانه كان يستحق اللعب، لقد كان حاسما للغاية في المباراة الاخيرة، لقد كانت مباراة قريبة يمكن ان يلعب كاي هافرتز دائما لانه يتمتع بالجودة، اشياء صغيرة في بعض الاحيان ولدينا فقط 5 تغييرات، لذلك نحن بحاجة الى ان اكون اقوياء من مقاعد البدلاء ايضا. يعني هذا الرقع على قبل الماتش، بحيث قال بليش اللاعبين اللي كيلعبوا في مقاعد البدلاء خاصهم يكونوا قويين وخاصهم يكونوا واجدين لدخلوا، بحيث هرب وكان سياسي في هذا القرار هذا وهذا الهضره اللي قال، بحيث قال بلي زياش كان يستحق اللعب وكان حاسم في اخر المباريات ولكن ما عطاش سبب والتبرير علاش بالضبط ما بغاش يدخلوا، بحيث هذا المدرب كما عارفين راه سياسي ضرب الصح، بحيث انه في شكل وعدوا العقليه ما تقدرش توقع شنو يقدر يدير. يعني اغلبيه الناس قالوا بلا لعب زياش ريال مدريد وما لعبوش، وبعد مرات تقول زياش ما غاديش يلعب وكيلعبوا، يعني ما كفهمش المدرب توخيل وهادشي اللي قال قبل الماتش وعلى زياش ما دخلش وهافرتز ما دخلش كيما كنت تصويره، وهذا الخبر راه موثوق وقالوا البيت سبورت من عجبكم بلان ونتلاقاو في الصريح بعد المباراه. هادشي اللي كاين، كان معكم مروان، تهلاو لي فراسكم.